20 يناير القادم بثورة ثانية، أن يخرج الشعب بثورة ثانية. حققوا مطالب الثورة ولا تدفعونا إلى العنف دفعة، إننا سلميون ولا زلنا، وسنطالب دائما بأن تبقى ثورة سلمية، لكن عليكم أنتم أن تحققوا مطالب الثورة. وقانون الطوارئ الذي فرضه النظام السابق لم يستطيع أن يحميه، قانون الطوارئ ما حماش النظام السابق ولن يحمي أحد. اللي يحمي هذا الشعب أن تقطع رقاب البلطجية والفنون التابعين للنظام السابق الذين يريدون حرق الوطن. وعند القبض على أي أحد لابد أن تكون هناك قارورة اتهام. مسألة عشوائية واعتقالات عشوائية عودة إلى الخلف لن نقبل بهذا الأمر. المتهم في أي أمر يحاكم مدنيا ويحاكم ومعه قارينة الاتهام، مش مجرد اشتباه أو مجرد اعتقال بدون اتهام واضح. نحن نفعل القانون ونطالب بتفعيل القانون، لكن القبض العشوائي والاعتقال العشوائي نحن ضده على طول الخط، وسنطالب دوما بأن يسقط قانون الطوارئ ولا يفعل، لأن قانون العقوبات قادر على أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره. والجيش المصري، الجيش المصري الوطني لم يستطيع أحد الوقيعة بيننا وبينه، لم يستطيع